بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابة كتاب المعاصر 2022، الوحدة الأولى، كونكت 4 للصف الرابع الابتدائي. هنبدأ بسم الله تعالى. احنا كنا شرحنا الدروس كلها من كتاب الطالب، وجاوبنا برضو كتاب الطالب، وعملنا امتحان الكتروني تحت كل فيديو، وهنسيب لكم قائمة تشغيل فيها كل فيديوهات الدروس اللي اتشرحت. والنهاردة ان شاء الله هنحل الوحدة الاولى من كتاب المعاصر، بداية من صفحة 26. اول سؤال استماع، بيبقى true or false، صح ولا غلط؟ فبيقولي مثلا we grew، احنا بنزرع rice in Egypt، بنزرع الرز في مصر. طبعا الجملة true، صحيحة من غير كلام، لان فعلا بنزرع الرز في مصر. طب الفلاحين بيربوا الدجاج علشان ياخدوا منه بيض ولحمة، برضو الجملة true، صحيحة، فعلا ده بيحصل في مصر. طب الفود الطعام بتاعنا ليس لذيذا، مش حلو قوي، طبعا دي false بقى عشان طعامنا ايه؟ لذيذ. توصيل بقى، بيقول لي ايجيبت فارمرز، الفلاحين المصريين بيعملوا ايه؟ بيربوا ويطعموا، بس المهم ان فارمرز مش هينفع تاخد تو على طول. طب هم سبيشال خاص، طب بيبنوا بيوت، طب بيزرعوا رايس. طالما فارمرز يبقى شغلتهم ايه؟ ان هم جرو رايس، يزرعوا رز وبصل وطماطم. ريز تشيكن از، يعني ايه ريز تشيكن؟ طبعا ريز تشيكن معناها انك انت كيب اند فيد them to get eggs and meat، معناها انك بتربيهم وبتاكلهم عشان تحصل على البيض واللحم. I made some نقط، طبعا I made some يبقى special food، انا عملت بعض الطعام الخاص في الغداء. الصوره اللي بعد كده نفس الصفحه، عاوزني اكمل المربع او اكمل النص بكلمات من اللي في المربع. الفلاحين المصريين بينتجوا كثيرا من الاشياء. We نقط vegetables like onions، طبعا وي اكيد بروديوس، ننتج، نحن ننتج اشياء او خضروات مثل البصل والبطاطس والطماطم. I think we also grow، اعتقد ان احنا بنزرع نقط، بنزرع رايس طبعا، هو اللي هيتزرع في اللي فوق. وي نقط تشيكن، الفراخ بنعمل لها ايه بقى؟ ريز، بنربيها في مصر. بعد كده الصفحة اللي بعدها 27، جايب جمل تشوز، فبيقول لي الحاجة اللي معنى انك انت بتربي وتأكل الفراخ عشان تاخد منها البيض واللحمة، يبقى دي كلمة raise اللي هي يربي. We not rice and lemon، رز وليمون، in our country، طبعا دول بنعمل لهم ايه بقى؟ grow، بنزرعهم. طب نقط is very delicious، الحاجة دي لذيذة، and sweet، ومحلية، طبعا مش معقول البصل هيبقى هو اللي محلي ولا البطاطس ولا الرز، لا هيبقى قصده على الشوجر كين. I eat not in the morning، باكل ايه في الصباح؟ طبعا البريكفاست، الفطار، هو اللي انا بتناوله في الصباح. لما نيجي نرتب بقى، طبعا هنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط Egyptians. Egyptians رقم واحد كده هي الفاعل، فانا محتاج الفعل بعدها، الفعل اللي هو قصدي المسمى اللي هو Egyptian farmers، الفلاحين المصريين. بعدين هجيب الفعل اللي هو ينتج، الفلاحين المصريين بينتجوا، وطبعا ميني وسينجس اشياء كثيرة، يبقى هبدأ بميني الاول وبعدين سينجس، الفلاحين المصريين ينتجون اشياء كثيرة. هبدأ بآي انا وبعدين اجيب الفعل جرو، اي جرو، انا ازرع، بس لما اجي ابص بقى هلاقي ان في سينك يعتقد، يبقى هقول I think، انا اعتقد، وطبعا بعد think لازم يجي فاعل. هتقول الفاعل خدناه اللي هو I، هقول لك لا، ما وي موجود اهو، I think we، يبقى وي هتبقى 3. بعدين الفعل grow 4، I think we grow، اعتقد ان احنا بنزرع الحاجة اللي بتتزرع الايه؟ الرايس بقى، اعتقد ان احنا بنزرع الرز، طبعا in Egypt يعني في مصر، ان هتبقى 6 و Egypt هتبقى 7. طيب هنا طريقة تكوين سؤال، هبدأ بوط، طبعا المفروض يجي بعد وط دو، بس هو جايب هنا كلمة فودز اللي هي الأطعمة، فهي هتسبق دو، يبقى هقول وط فودز، إيه الأطعمة؟ بعدين أروح على دو، إيه الأطعمة اللي؟ بعدين الفاعل نحن، الأطعمة اللي إحنا، بعدين بروديوس اللي هي ينتج، وبعدين إن إيجيبت، إيه الأطعمة اللي بننتجها في مصر. هنا بقى بيقول لي برضو استمع وحط صح او خطأ. We use our digestive system، بنستخدم الديجستيف سيستم to breathe،
طبعا هنا الترجمة هي الأساس بتاع كل حاجة. الدايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي احنا نستخدمه علشان بريس نتنفس، طبعا ما اظنش ان الكلام ده صحيح، يبقى هنحط له اف على اساس ان الكلام ده ايه خطأ. دي صفحة 37 طبعا، 37. احنا بنتنفس من خلال النوز، ايوه دي صحيحة، يبقى هنحط له تي على اساس ان هي ترو صحيحة. طيب احنا محتاجين الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون في الجسم بتاعنا. لا غلط، احنا بنحتاج الاكسجين ما بنحتاجش الكربون دايوكسيد. طيب اللي هنكمل النص من المربع بيقول لي بنستخدم الدايجستيف سيستم تو دايجست عشان نهضم اللي احنا بناكله، وبنحط الطعام في بقنا. وي نقط فود ويز اور تيس. بنعمل ايه للطعام ببقنا بقى؟ طبعا اكيد تشو، اللي هي بيمضغ. يبقى بنمضغ، تشو يعني يمضغ، بيمضغ الطعام بالاسنان. انستاميك في المعده بقى الطعام بيعمل ايه مع الجاستريك جوس؟ طبعا يبقى هناخد ميكسس اللي هي يخلط، طبعا لاننا بنخلط الطعام في رقم 2 مع الجاستريك جوس اللي هو المعدي، العصير المعده او عصاره المعده اللي هي بتهضم الطعام. رقم 3 هتبقى هي الجاستريك جوس، لان عصير المعده ده بيغير الطعام ده بقى لايه؟ لشكل مبسط للطاقه. صفحه 38 اختيارات بيقول لي ذا نقط جوز فروم ماوس، حاجه بتيجي من البق، تو ذا ستامك للمعده. ايه ده بقى؟ الديافريم ولا الاسوفوجس ولا الهارت ولا الانتستين؟ طبعا اللي بينزل من البق للمعده هو الاسوفوجس، لكن الديافرام من البق بس للرئتين بقى، لان ده خاص بالجهاز التنفسي. ذا نقط ايه ذا ماسل؟ ماسل يعني عضله، ما بنطقش حرف السي، عضله تحت الرئتين. هو ده بقى مين؟ هو ده الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز. احنا بنستخدم مش عارف ايه عشان نهضم اللي احنا اكلناه، بنستخدم الدم ولا الجهاز التنفسي ولا الجهاز الهضمي ولا الرئتين؟ اكيد طبعا الدايجستيف سيستم. نقط بلانتي اوف ووتر، وفره من المياه. اكسرسايز ولا موف ولا درينك ولا ستاي؟ طبعا الفعل درينك اللي هو يشرب، عاوز يقول لي هنا ايه؟ اشرب وفره من المياه. وين ذا اير ارايفز ان اور لانجز، لما الهواء بيدخل للرئتين بتاعتنا. ذا نقط جوز انتو اور بلاد، الووتر ولا الاكسجين ولا الكربون دايوكسيد ولا العصاره المعديه؟ طبعا الاكسجين هو اللي بيدخل للدم وهو اللي بيحرك الاعضاء. الصفحة اللي بعد كده 38 عاوز توصيل، بيقول لي احنا محتاجين الاكسجين فين بقى؟ تو تيك اكسجين ولا اور تيس ولا تو بامب ذا بلاد ولا ان اور بادز؟ طبعا احنا محتاجين الاكسجين ان اور بادز، محتاجينه في اجسامنا. طب بريس يتنفس هي ايه؟ هي انك بتاخد الاكسجين اند جيف كربون دايوكسيد اوت، وتطلع ده بره. طيب بنمضغ الطعام بايه بقى؟ طبعا باور تيس باسناننا. تمام. صفحه 39 عباره عن قطعه بتتكلم عن الجهاز التنفسي وجايب عليها اسئله، فالمفروض انت بتقرا القطعه الاول وتترجمها وتحاول تشوف الاسئله. بيقول لي وي نيد كذا ان اور بادز، احنا محتاجين الحاجه دي في اجسامنا عشان نتنفس، الووتر ولا الجاستريك جوس ولا الكربون دايوكسيد ولا الاكسجين؟ طبعا طالما هنتنفس يبقى محتاجين الاكسجين. اور نقط بولز اير انتو اور لانجز، نشوف ايه اللي بيسحب هنا. اهو اهو بيسحب الهواء للرئتين، ده الديافرام، يبقى هنختار الديافرام هو اللي بيقوم بعملية سحب الهواء. ثلاثة اور نقط بامبز بلاد، اللي بيضخ الدم مين بقى؟ لما نيجي نشوف مين اللي بيضخ الدم هنا، اهو بامب الدم اهو، الهارت القلب، يبقى اذا هنا هتبقى ايه؟ هتبقى الهارت. وير داز ذا اوكسجين فروم ذا اير جو، يبقى اول ثلاث اسئله كانوا اختيارات على القطعه، اما السؤال الرابع والخامس بنجاوبهم من القطعه. وير داز ذا اوكسجين فروم ذا اير جو، الاكسجين من الهواء بيروح فين؟ لما نيجي ندور هنا نلاقي الاكسجين اهو، بيقول لي الاكسجين من الهواء جوز انتو اور بلاد، بيدخل على الدم، يبقى دي رقم 4.
يبقى دي هنكتب دي الجزء ده رقم كام؟ 4. 5. What does the diaphragm do؟ الديافرام بيعمل ايه مع الكربون دايوكسيد؟ الحجاب الحاجز بيعمل ايه مع ثاني اكسيد الكربون؟ طبعا بيطردوا لبره، يبقى هناخد من اول بوشز دي بوشز اير وذ كربون دايوكسيد اوت اوف لانجز، ودي تبقى رقم 5، ودي تبقى رقم 5. نيجي للصفحه اللي بعد كده، صفحه 43، التدريب على بط واند. بط اللي هي معناها ولكن، وتعبر عن جملتين بينهما تناقض، اما اند جملتين بينهما تكميل. I want to go swimming. It's raining. واحد عاوز يروح يسبح وهي بتمطر. يبقى ده اند ولا بط؟ طبعا من غير كلام بط. ازاي بقى يبقى ده تناقض؟ ازاي swimming وازاي raining في وقت واحد؟ طيب بعد المدرسة I do my homework. بعمل الواجب بتاعي. نقط I eat dinner. هنا بقى ده تتابع احداث، واجب وبعدين باخد العشاء. يبقى هنا هناخد اند. I love burgers. بحب البرجرز. I only eat. وبياكل واحد بس في الاسبوع. طب تناقض، انت لو بتحب حاجة هتعملها كل يوم، يبقى ده برضو ايه؟ تناقض. Dad is a scientist. بيقول ان بابا عالم. He likes looking at animals. بيحب يعتني بالحيوانات والنباتات. يبقى اذا دي اند، لان ده مكمل لبعضيه. I want to play football. I hurt my leg. هنا في تناقض بقى، الراجل عاوز يلعب كورة في نفس الوقت hurt his leg يعني رجله متعورة، يبقى ازاي هيلعب هو رجله متعورة؟ يبقى في تناقض، يبقى هاخد مين؟ بط. I don't eat candy. ما باكلش الحلويات. I like fruit. بحب الفواكه. هما الاثنين محليين، فطبعا في تناقض. بيقول بقى ايه؟ عشان في اثبات ونفي، يعني هي المفروض اند عشان هما الاثنين عكس بعض، بس في اثبات ونفي بناخد بط. انا ما بحبش كذا وبحب كذا. تمام. الصفحه اللي بعدها 48، اختيارات. بيقول I love playing video games. بحب العب فيديو جيمز. I only play them on Saturday. بلعبها يوم السبت بس. يبقى هنا برضو تناقض، على اساس ان هو بيعمل حاجة مرة واحدة في الاسبوع وبيقول بحبها، يبقى ده ايه؟ تناقض. بطء كذا. بطء يعني البس. البس كذا لما يكون عندك سكريب، او ضع، يعني ضع الحاجة دي على ايدك لما يكون عندك سكريب. سكريب يعني طبعا خدش او جرح. هتلبس جاكيت ولا مية ولا بند ايد ولا جوس؟ اكيد طبعا هحط اللزقة الايه؟ الطبية على الجرح. She has a nose bleed. هي عندها نزيف في الانف. Ask her to not through her mouth. هتعمل ايه خلال البق بقى؟ طبعا بريس، هتتنفس. امال هتمشي يعني من بقها؟ لا، اكيد هتتنفس من بقها عشان انفها مشغولة دلوقتي. I practice basketball. هي بتمارس الباسكت بول. نقط فوتبول افري داي. هنا في تتابع بقى، يبقى ده وده كل يوم، الباسكت بول والفوتبول اخوات. بعدين نقط ذا سكراب وذ ووتر اند سوب. طبعا هنا ووش اللي هي اغسل، اغسل ده وده بالايه؟ اغسله بالميه والصابون. ماي سيستر نقط هير فوت سو اي بريزد A bag of ice. طبعا بيقول بقى ان انا عملت ايه؟ ان اخته مش عارف عملت ايه في رجلها، تمام؟ وراح بقى هو برست A bag of ice. جاب بقى حتة كيس تلج، جاب ايه؟ كيس تلج وحطه على رجلها. يبقى ايه اللي حصل لرجلها؟ ووكد ولا بيرند ولا سبريند ولا هاد؟ طبعا سبريند اللي هي حصل لها عملية التواء، عشان كده هو حط لها كيس من التلج. طيب نيجي بعد كده هنجاوب النص صفحة 49 برضو. بيقول لي my mom mama and I go walking. رحنا نتمشى في الديزرت في الصحراء with my dad ومعانا بابا. dad is نقط and he likes looking at animals. يبقى dad ايه بقى؟ يبقى scientist. scientist يعني عالم، هو عالم وبيتمشى وبيحب الاعتناء بالحيوانات والنباتات. The desert الصحراء is very interesting. شيقة. But very ولكنها hot ساخنة. هي شيقة وفي نفس الوقت ايه؟ ساخنة. Sometimes we not with him every weekend. طبعا we go بنروح معاه كل نهاية اسبوع. توصيل. My cousin ابن عمي
يا ترى بط ولا ويز ووتر ولا ويز جاستريك جوس ولا سبريند هيز فود؟ طبعا سبريند هيز فود يعني عنده التواء فين؟ قدم. I want to play football، عايز العب كورة. But I hurt my leg، هو عايز يلعب بس عنده رجل متعورة. Wash the scrape، اغسل بقى الجرح بإيه؟ بالووتر اند سوب، بالمية والصابون. رتب بقى، طبعا ماي هتبقى واحد، اكيد سيستر هتبقى اتنين، ماي سيستر، وبعدين هاخد تلاتة، هاز اخته عندها بيرن يعني عندها حرق، اون على هير ارم يعني في ذراعها، عندها حرق فين؟ في ذراعها. طيب نيجي للصفحة اللي بعد كده، قطعة صفحة 50، بالولد اسمه ادم وبيقول ان هو قاعد على ويلي تشير. ويلي تشير كرسي بعجل يعني ما بيقدرش يمشي. وبيلعب باسكت بول وبيلعب في التيم بتاعه في المدرسة. وي براكتس 3 تايمز، بيقول احنا بنتمرن 3 مرات في كل اسبوع، وبشرب كولا، وانا بحتاج ان انا اشرب ميه كتير، وما بلعبش فيديو جيمز عشان انا بيزي مشغول، وبحب ان انا العب مع اصحابي في البارك. ادم بيمارس الباسكت بول كم مره في الاسبوع؟ طبعا 3، 3 مرات، جبناها من القطعه اهو، قال 3 تايمز 3 مرات. طب ادم في انا ويلي تشير ايه تيم؟ في فريق الباسكت ولا الفولي ولا الفوتبول ولا التنس؟ طبعا في فريق الباسكت، جبناها من هنا برضه اهو. ادم از فيري ايه؟ بيزي بقى، هو مشغول عشان ما بيلحقش يلعب حتى فيديو جيمز. وات داز ادم وانت تو درينك؟ وانت تو درينك، هو عاوز يشرب ايه؟ هو هنا قال انا بشرب كولا، بس مش دي الاجابه. الاجابه I want to drink more water، انا عاوز اشرب ميه كتير، يبقى هي هتبقى رقم 4، ان هو عاوز يشرب ايه؟ ميه كتير. 5، ليه ادم بقى ما بيلعبش الفيديو جيمز؟ طبعا عشان هو very busy، عشان هو مشغول جدا وما عندوش وقت يلعب الفيديو جيمز، يبقى دي هتبقى رقم 5. الصفحه اللي بعد كده صفحه 56، هنجاوب النص. الكالرز، الالوان بتاعت الحجره مش كويسه، هيعمل لها ايه؟ طبعا ريبينت يعني هيعيد تلوينها. المقطع الار اي ده بيدي معنى اعاده للكلمه، زي دو يفعل، ريدو يعيد فعل. فبيقول لي كلين ينظف، ري كلين يعيد تنظيف. طيب هيز كار، العربيه بتاعته ديرتي، ديرتي يعني متسخه او قذره. هي وين نقط ات؟ يبقى ريكلين بقى، يبقى هو هيعيد تنظيفها، كلين ري كلين يعيد تنظيفها. طيب لو سمحت نقط ذا باند ايد، باند ايد اللي هي اللزقه، دي يعيد بقى لزقها، يعيد ايه؟ لزقها. طب ستوري، ستوري يعني قصه، يبقى القصه دي حاجه بايه؟ بتتقرا، يبقى ري ريد، يبقى هو هيعيد قراءتها، هيقراها مره اخرى يعني. تمام. طيب نيجي بقى للصفحه اللي بعدها 57، هنرتب. بيقول لي اد رقم 1، اد ايه بقى؟ اد اوتس، ضيف الشوفان. هنا عملية صناعة الكيك اللي اسمه فلاب جاكس. اد الشوفان، ضيف الشوفان اللي هو الدقيق اللي بنطحنه عشان نعمل منه كيكة. اند وكمان استر يعني قلب، والاخيرة جيدا يعني ضيف ضيف الدقيق وقلب جيدا. تمام. بعدين هنا شي رقم 1، شي هيجي بعدها الفعل اللي هو ينظف، نظفت، الاي دي تدل على زمن الماضي. شي كليند هير بايك، نظفت دراجتها اجين بقى 5 مرة اخرى. طيب تاليا البنت دي بقى ليرنز، بتتعلم، هي بتتعلم بقى، تو 3 بتتعلم، ان ميك 4 بتتعلم ان تصنع الفلاب جاك اللي هو الكيك المحلي، يبقى دي هتبقى رقم 5. هنكمل المربع. بيقول لي محمد ووانج ار جود فريندز، هما اتنين اصحاب حلوين. محمد از نقط اند وانج از تشاينيز، الولد ده صيني، يبقى محمد هيبقى ايه؟ ايجيبشنز، مصري. بعدين بيقول لي زير بيرنتس، الوالدين ار فريندز، ابوهم وامهم اصدقاء. زي نقط توجيزر، يبقى زي توك، بيتكلموا مع بعض، يبقى توك رقم 2.
they are sad when they goodbye. بيبقوا زعلانين بقى لما يقولوا لبعض ايه؟ مع السلامة. صفحة 58 جايب قطعة ما بين داليا وماريا بالظبط زي ما بين البنتين اللي خدناهم في الدرس اللي هما تاليا وسوزان لما عملوا الكيكة وراحت لها الشقة وعلت لها على الطريقة اللي بتعمل بيها الكيكة. بيقول لي داليا is from ايه؟ لما دور على الحاجة داليا هنا قال لي مصرية، يبقى داليا from ايه؟ from Egypt، من مصر. طب ماريا فرنسية ولا مصرية ولا امريكية ولا بريطانية؟ ادور هنا على ماريا منين بقى؟ قال لي بريتش اهو، بريطانية، يبقى انا هختار هنا بريتش، بريطانية. طيب انت محتاج ايه بقى عشان تعمل الفلاب جاكس؟ الكيكة دي محتاج ايه؟ محتاج اوتس ولا فيجيتابلز ولا ابلز ولا سولت؟ طبعا محتاج الاوتس اللي هو الشوفان او نوع من انواع الدقيق او النبات اللي بيتزرع ويطلع منه دقيق، ودي موجودة فين؟ في القطع. طيب what does Maria have in her hands؟ البنت دي معاها ايه في ايديها؟ هبص على ايد ماريا هنا اهو، بيقول لي ماريا هاز ابليت، معاها طبق في ايديها، والطبق ده فيه سكوير كيكس، يبقى دي هتبقى اربعة، يبقى معاها طبق فيه كيكة. تمام. طب وات ار ذا بيج سكوير كوكيز كولد؟ اسمها ايه بقى الكيكة اللي معاها دي؟ طبعا كلمة واحدة اسمها فلاب جاكس، يبقى رقم خمسة هتبقى اسم الكيكة اللي هي فلاب جاكس. تمام. طيب نيجي بعد كده لصفحة 65، هنوصل اخر درس اللي هو درس دمياط. بيقول لي دمياط طفيمس مشهورة بايه دمياط؟ مشهورة بالجبنة الدمياطي، فانا هدور على كلمة جبنة دمياطي. ايوه سي اهي، فور، وفيمس اصلا مشهور بتاخد بعدها فور، مشهورة بدمياطي تشيز. طيب حوالي 1.5 مليون من المصريين اقول له عايشين في دمياط، يبقى الفعل ليف يعني يعيش، يبقى هنوصلها بايه؟ الفلاحين بيزرعوا ايه بقى؟ كل الخضروات دي، طماطم وبطاطس وقمح وليمون وجوافه. تمام. المربع بقى هنا بيقول لي الارض بتاعت دمياط دي غنيه بالعناصر الغذائيه، الفلاحين كان نقط رايس، طبعا كان جرو، الرز بيتزرع يبقى جرو رايس، توميتو يزرعوا طماطم وقمح وعنب، الصيادين بقى الاف الاسماك، يبقى الصيادين كاتش، بيصطادوا الاف الاسماك، الكاوز البقر بقى، اند شيب ليفن دمياط جفرنريت، ناخد ايه كمان؟ ناخد معاهم المعيز اللي هي الماعز، يبقى كل ده بيعيش فين؟ في دمياط. صفحه 68 واخر صفحه، ذا نقط كان جرو رايس، ايه بقى اللي يقدر يزرع لنا الرز بقى؟ طبعا مين اللي بيزرع؟ الفارمرز، الفلاحين. الصيادين بيصطادوا الاف من السمك، فين؟ في الماركت ولا في البول ولا في الكيتشن ولا في السي؟ طبعا اكيد السي، البحر. اللاند از ريتش، تاخد ان بعدها، غنيه بي. دمياط تشيز، الجبنه الدمياطي از فيري فيموس، مشهوره جدا. حوالي 1.5 مليون من المصريين نقط ان دمياط جفرنوريت، طبعا هنا بقى ايه؟ بيعيشوا في محافظة دمياط. ده كان كل حاجة في لا لسه في قطع تاني، هنجاوب القطع برضو عن أرض دمياط. بيقول لي نفس الموضوع، مين اللي بيصطاد الفيش؟ طبعا أكيد الفيشر مين اللي هم الصيادين. بعدين أرض دمياط، محافظة دمياط غنية بالإيه؟ طبعا بالنيوترينتس، بالعناصر الغذائية. طب الفلاحين بيزرعوا إيه بقى هناك؟ طبعا الويت اللي هو القمح مع الطماطم هناك. بعدين هاو ميني بيبول، كم عدد الناس اللي عايشين هناك؟ طبعا قال لي 1.5 مليون، هناخد دي تبقى رقم اربعة عشان عددهم 1.5 مليون اللي عايشين هناك. خمسة بقى بيقول لي وات دمياط فيمس فور، مشهورة بيه؟ طبعا هنقول له مشهورة بالايه؟ بالجبنة الدمياطي، دمياطي تشيز، دي هي هتبقى رقم خمسة. تمام. ودي اخر حاجة، وما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.